مصر على معهد موسيقى عربية، كان الموضوع ده قبل الثورة. دخلت معهد موسيقى عربية قسم غنى، وأول سنة كانت تكون هي سنة تحضيرية، بتكون عن 3 سنين ثانوي، هتبقى مضغوطة. فخرجت الأول على دفعتي، خرجت الأول على دفعتي وامتياز ومش عارف إيه، وكنت مبسوط جدا، بس بالآخر ما فيش منحة. أنا بعرف الأول بياخد منحة، فلقيت إن ما فيش منحة، وأنا ظروفي ما كانش بتسمح يعني إن أنا أدفع في حاجة مش ضامن، لأن موضوع الغنى مخيف، في ناس كتير بتغني كتير قوي، ولا وناس كتير قوي بتروح برضه برامج وبتوصل، فالموضوع مخيف. فلو أنا هدرس حاجة لازم أدرس حاجة بلان بي، يعني الغنى بلان إيه وبلان بي بقى لو أنا ما عارفش أنجح كمغني، لازم أعيش، أنا have to do something for living. فقلت إيه الحاجة الحلوة ليا وممكن تخليني جنب الكارير او ضمن، قلت هندسه صوت، لان هندسه صوت فيها ان انا اسجل موسيقى او ان اركب واني انا اعمل استوديو، او بعد فتره ممكن انا اصير انا بروديوس لنفسي. يعني ياما ناس مثلا اشتغلت حاجات تانية جنب الغنى، يعني ملحن او كاتب، وبعد كده بقى مغني، ومغني فظيع يعني. جايز انا مشهور بمصر عشان اول حاجه مصر نسبه المشاهده فيها عاليه جدا، يعني تعتبر اكتر بلد فيها نسبة مشاهدة لستار اكاديمي. تاني حاجة، انا بقالي في مصر قبل ستار اكاديمي 4 سنين، فانا بتكلم مصري كويس، فالناس اول ما شافتني كانت تفتكرني مصري، بس لما لقيت ان انا فلسطيني بتكلم مصري فحبتني اكتر، اللي هو جايز بالنسبة لناس كتير اللي هو ده ما فيش ما بيننا اختلاف، ده الراجل بيتكلم مصري زينا زيه، طب ايه اللي احنا بنسمعه او ايه اللي احنا بنشوفه. كان بالنسبه لي بونص ليا ان انا بتكلم مصري، ان الناس بقت تفهمني وبقت تفهم، بس في شويه للاسف انا مش هتكلم في السياسه، بس هتكلم مرات الاعلام مرات بيبين حاجه غير حاجه، فبيحصل سوء تفاهم، او بيحصل او بيحصل وبيحصل، ونبعد عن بعض. فلما اشوف لا ده واحد بص اهو مش يعني من بلد تانية، اختنا طبعا، بس بيتكلم زينا وباسلوبنا، ما فيش حاجه يعني، ما فيش فرق. ففي ناس حبت ده.